النهارده ملف مهم، لان زي ما انا كنت بقول بجد مفيش اعتقد سيده لا تعاني من مشكله ما من اللي انا ذكرتهم، او زي ما قلت كل المشاكل دي مع بعض. فنبدا من هنا ونتكلم عن الصحه والجمال وارتباطهم الوثيق اعتقد ببعض. طبعا احنا كستات على طول بنركز في شكلنا، الشكل الخارجي هو اللي بيدينا ثقه في نفسنا ونبقى ست يعني منتجه في المجتمع. مفيش ست فينا يعني بلا استثناء ما بتعانيش من مشكله في شعرها، او مشكله في وشها، جلدها، جمال بشرتها، او مشكله في ضوافرها. الحقيقه جاي اتكلم معاك النهارده عن ازاي نقدر نعتني بجمال البشره وجمال الشعر وصحة الأظافر مع المكمل الغذائي الرائع اللي فيه كل الفيتامينز اللي البشرة والشعر والضوافر محتاجينها. حلو جدا. ألب مالتي في. ألب مالتي خلاص بقى يا جماعة، بقى جزء مننا بقى خلاص. طبعا هنتكلم، بس لو تسمحي لي بقى نروح لفيتامين فيتامين. لو هبدأ بالشعر، تساقط الشعر أزمة عالمية يعني، تحديدا كمان لو هنتكلم عندنا ورجالة وستات. بصراحة مش هقول بس إن المشكلة دي بيعاني منها بس السيدات. ليه أصلا بيحصل تساقط شعر؟ وليه برضو لو أنا هبعد عن الوراثة تماما، أنا هتكلم الأسباب الخارجية التانية اللي بتؤدي لتساقط الشعر. نستحمى نلاقي شعر كتير قوي واقع، بتسرحي شعرك مثلا غلط، يعني خلينا نفهم من حضرتك اكتر. عوامل كتيره جدا جدا بتؤدي الى تساقط شعر. من اهم العوامل اولا الضغط النفسي. احنا طبعا احنا كستات عاطفيين طول الوقت عندنا ستريس. لا ده معانا بقى على طول، هي دي المشكله. فبنحاول ان احنا بقدر الامكان نقلل شويه، لان الكورتيزول لما بيعلى في الغده الكظريه اللي على اللونج تيرم بيوقع الشعر. احيانا طبعا في امر، يعني انا هتكلم على الفيتامينز المهمه ما دام ما عنديش مشكله في المناعه. أوكي. يعني مشاكل المناعه بتؤدي لحاجه اسمها الوبيشيا، ان الخلايا المناعيه بدل ما بتهاجم الفيروسز والانفكشنز بتاعتنا بتخش تهاجم بصيله الشعر. دي امراض مناعيه بنحتاج دكتور. او ستات كتير بتعاني من خمول في الغده الدرقيه، ده بيؤدي الى تساقط شعر. طيب انا ما عنديش بقى مشاكل مرضيه، ما عنديش وراثه، لكن شعري بيقع ولطيفه وما عنديش ضغط عصبي، بس شعري بيقع، يبقى وقتها اقدر اقول نقص شديد في الفيتامينز والمينرالز. من اهم الفيتامينات اللي بصيله الشعر محتاجها طبعا الكريمات مهمه والماسكات مهمه والسيره مهمه، بس كل الحاجات دي خارجيه، لازم طول الوقت اقول من جوه. صح. لازم. صح. عشان الهير فوليكل او بصيله الشعر الدم اللي بيوصل لها يبقى فيه بيوتين، فيتامين بي 7. بيوتين من احد مشتقات بي، مهم جدا لكثافه الشعر وعدم تساقطه. الزنك، يمكن الناس بقى مش عارفه ان الزنك مهم للشعر، يعني نسمع البيوتين وبنلاقي فيتامينز بالبيوتين، لكن انا عايزه اقول لك ان الزنك والنحاس مهمين جدا لصحه الشعر. اي حاجه بتتجدد عندنا لازم فيها زنك ونحاس. الكوبالامين، فيتامين بي 12 اللي مسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء. طبعا الانيميا ساعات بنحتاج حديد وقتها، لان لو في نقص الحديد لازم اخد فيتامين او دي الناس الفيجيتيريانز بقى دي اللي مشكلة. هم ما بياكلوش لحوم بيعانوا يمكن من النقطه دي بشكل بيقول لك طب احنا باكل سبانخ، باكل الحاجات اللي بس لا تعوض، يعني لا تعوض. المصدر الحيواني هو الحديد يا جماعه، ده مهم جدا. لا يعوض الكوبالامين. فالكوبالامين مهم مع الحديد مع البروتينات. أوكي. البروتين الشعر عايز بروتين، فلازم ناكل بروتينات. مفيش حاجه اسمها نبقى يعني انا ضد الفيجيتيريان الحقيقه، وضد ان انا اكتر في اللحمه. انا ما بقولش كل يوم، لان برضو ممكن اليوريك اسيد يعلى. لكن ناكل لحمه مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. هي طبعا ليها طبعا اسباب مختلفه، اللي هم ما بياكلوش اللحوم، يعني في ناس بتقول لك ده حرام والحيوانات، وفي ناس ما بتحبش اصلا طعمها. بس فعلا زي ما حضرتك بتتكلمي، سواء ده او ده لازم يتم تعويضه بشكل مكثف طبعًا. ولو مش هنعوضه في الاكل بنعوضه بالفيتامين. بالفيتامينز. فده طبعًا. عشان كده احنا بنتكلم عن المكمل الغذائي في غايه الاهميه. الفيتامينز احنا محتاجين انتاج يومي، مش 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 يوم اخد فيتامين و10 ايام ما اخدش فيتامين. لا، عشان النتيجه تظهر لازم يبقى يعني باستخدام مستمر، زي الكورس زي ما بيتقال 3 شهور وبعد كده تكمل تشوف. دي طبعا. نقطه مهمه جدا. طيب برضو من الحاجات اللي هي زي ما بيتقال كده الميثز او الحاجات المعروفه واحنا بنصلح مع حضرتك، هل حلاقه الشعر بالموس؟ لان ناس كتير برضو عندهم الثقافه دي يقول لك احلق شعرك بالموس يطلع كويس. هل دي اصلا لا حقيقة؟ اللي عايز في بنات بتتجه لده على لا فكرة. لا لا لا، البنات انا بالنسبه لي احسن انك انت كل 3 شهور تشيلي المقصف. لكن فكره الموس وكده ده ملوش علاقه لو حد بيعاني من وبيحطوا مشكله اصلا وبيجرحوا فروتهم ويحطوا توم. انا بشوف ده
لا ايه يا بنتي الدم اللي في راسك بيجرحوا؟ لا دي جديده دي. لا شفتها. لا والله. ايوه والثوم، الثوم اللي هو، طب خلاص كلي ثوم يعني اسهل انك تحطي على شعرك، بس ما تاكليش ثوم على الريق عشان بيعمل قرح. الثوم مهم قوي للشعر. اه مهم جدا، هو مهم للشعر والمناعه واللي حوالينا بصراحه يعني ما تبقى مش مهمه ليهم خالص. خدوا اللي فيه بيبقى حبوب ثوم، لكن لا حطوا الثوم في الاكل مفيش مشكله، بس ما ناخدوش على معده فاضيه عشان ممكن يعمل قرحه، خلوا بالكم. هو الجاز الابيض هل فعلا برضو دي من الحاجات المنتشره بيفيد فعلا الشعر؟ يعني احط جاز على شعري ولا؟ بيفيد لحد ما، انا كنت بعمل ده زمان. اه بيلمع، بيدي لمعه، بيدي لمعه حلوه قوي، بيدي لمعه. ده نجيبه من البنزينه ده ولا نجيبه منين؟ من الكوافير بقى بيبقى عنده جاز ابيض. ايوه عمالين نقول احنا. بس نرجع ونقول تاني، انت كل الحاجات دي بتعالج من بره، انت عايز تعالج من جوه. الروتس اهم حاجه طبعا، عشان لما الشعرايه تطلع لازم تطلع سليمه. فجزء خاص بالاكل وجزء خاص بالمكملات الغذائيه، واحنا بنتكلم عن الب مالتي فيت اللي فيه فيتامينز كتيره خاصه وبتساعد يعني نمو الشعر. طيب ده بالنسبه للشعر.